إطار التنمي مع مشاركتنا الأفارقة في إطار التعاون المثمر بين الجنوب والجنوب، والذي سيظل دائما على رأس أولوياتنا. وشكرا. اليوم كنعيشوا واحد الحدث تاريخي بالنسبه لرياضه البريك دانس، بحكم انها ولات اولمبيه في سنه 1919. فاحنا منذ 1919 وحنا يعني حاطين واحد استراتيجيه باش اننا ان شاء الله يعني نكونوا في الالعاب الاولمبيه. التظاهره ديال اليوم ديال هذا الاسبوع هذا هي عباره عن عدد ديال الورشات. كاينه البطوله الافريقيه الاولى ديال البريك دانس اللي هي مؤهله للالعاب الاولمبيه، وهذه التظاهره الاولى يعني في التاريخ. موازاه مع هذه البطوله هذه كاين مهرجان كنظموه، واللي غيكون في واحد العدد ديال المناطق في يعني في مدينه الرباط، اللي هو البريك دانس في مدينه الرباط من اجل افريقيا، اللي فيه ندوة علميه، لان كنعرفوا بان البريك دانس كان في الشوارع، دابا ولا في الالعاب الاولمبيه. اذا كاين واحد التحول كبير، وهذا التحول كاين واحد التحول اجتماعي، بحكم انه يعني الناس فهموا، خصوصا الناس ديال اللجنه الدوليه الاولمبيه فهموا ان كاين واحد التحول اجتماعي وانساني، وكاين واحد البعد ديال القيم، لان الشعار ديال البريك دانس هو بيس اند لوف، هو الحب والسلم. فهذا التغيير والتحول الاجتماعي والانساني اللي عرف البريك دانس خلاه انه يولي في الالعاب الاولمبيه. وحنا من خلال هذه الندوه ديال اليوم بغينا نفسروا للناس بان غندوزوا دابا من الشارع لصنع واحد المحتوى اللي هو مهم جدا، باش نبينوا ونهضروا على هذه القيم هذه اللي الاساس ديالها هو البريك دانس. وكاين ايضا ورشات في منتزه محمد الحسن الثاني، اللي هو عباره عن ديكور دينيسياسيون بالنسبه للصغار. وكاين ايضا لو كي ديز ارتيست، اللي هو عباره عن واحد العدد ديال لي ستاند اللي غيكونوا في لا كورنيش ديال الرباط، ديال السلام، ديال البريك دانس، ديال الهيب هوب، ديال الغاب، ديال الجرافيتي، باش نعرفوا بجميع هاد الانواع هذه. فمرحبا بالجميع. هشام مفتي، مستشار بالجامعه الملكيه المغربيه للرياضات الوتيريه، الرشاقه البدنيه، الهيب هوب والاساليب المماثله. انا جد سعيد اليوم بتواجدنا بين اسوار جامعه محمد الخامس، وبالضبط في كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بالرباط، اللي كتحتضن الندوه الدوليه حول موضوع ثقافه الهيب هوب والبريك دانس، طموحات المؤسسه لافريقيا. هذه الندوه هذه على هامش البطوله الافريقيه الاولى المؤهله مباشره للالعاب الاولمبيه باريس 24 في الرياضه الاولمبيه البريك دانس. هذا الشق الاكاديمي كيجي باش يكرس مساله انه البريك دانس هو ثقافه وممارسات ورياضه، لكنه حق المعرفي، مجموعه ديال المواضيع المعرفيه كتنتمي للحقول ديال علم الاجتماع وعلم الاقتصاد والتدبير والعلوم ديال التدريب الرياضي. كل هاد الامور هذه كنحاولوا نكرسوها باش يلتفوا ليها المختصين ويشتغلوا عليها، باعتبارها اسئله كتحمل نجاعه اجتماعيه كبيره، وبالتالي الانتاج ديال المعرفه في هذا المجال لا ضروري باش نرفعوا بهاد الرياضه وبهاد الثقافه وتاخذ بلاصتها في المشوار الاولمبي على غير الرياضات الاولمبيه العتيقه. السلام عليكم، معكم مهدي مفيد من مدينة فاس، عضو في المنتخب الوطني ديال الرقص الهيب هوب. الحمد لله هذه أول تظاهرة اللي كتقوم بها الجامعة ديال إقصائيات الأولمبياد كأس إفريقيا. الحمد لله التنظيم غادي أحسن تنظيم، وكنتمنوا الأعضاء ديال المنتخب الوطني بأنهم يحققوا نتائج باش يتكلفوا الفينال ديال الأولمبياد اللي غادي تقام إن شاء الله بفرنسا. الثقافة ديال البريك دانس هي ثقافة بدات عندنا هنايا في المغرب في 1993 هكاك، كانوا ناس قدام، ولكن ديال فين بدات تبان هي في 1993. الحمد لله دابا كاينين بزاف ديال الأعضاء ديال المنتخب الوطني اللي ولاو ديجا معروفين في هذا الدومين وهذاك الشيء،
نتمنى لهم واحد موفق. J'appelle monsieur Sergueï Nifontov de la WDSF.